خليني أبدأ معك من الحديث مؤخرا والأنباء اللي تحدثت مؤخرا بأن هناك اجتماعات مكثفة تجري حاليا بين الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني من أجل الوصول إلى مرشح تسوية. أسألك بداية عن حقيقة هذا الأمر ومن ثم تفاصيل حول مرشح التسوية إن وجد. مساء الخير. طبعا هذه الأنباء عارية عن الصحة. لم تجري إلى الآن أي اجتماع بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص مرشح التسوية. مرشح الديمقراطي الكردستاني أعلن عنه قبل فترة، وهو سيد ريبر أحمد الذي يشغل منصب وزير الداخلية لحكومة أقليم كردستان. الديمقراطي الكردستاني لا يسعى إلى إيجاد مرشح التسوية، لأنه إذا كان لديه نية بهذا الاتجاه لم يكن يعلن عن مرشحه الخاص وهو ريبر أحمد. أعتقد جلسة يوم أغسطس تنهي السجال الذي حصل على دستورية أو عدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا، وبعد ذلك سيتم تحديد يوم لترشيح أو انتخاب المرشحين الذي سيعلن عن أسمائهم من قبل مجلس النواب العراقي لتبوأ منصب رئيس الجمهورية. أعتقد وهذا ليس اعتقاد بل هو جزم أنه يوم غد الأمر لا يحتاج إلى ثلثي أعضاء لكي يعني يفتح باب الترشيح، بينما لكن يعني الأمر يحتاج إلى أغلبية بسيطة أو أغلبية مطلقة أو كما يقال 50+1. ولذلك الأمور أعتقد بعد يعني تجري بما يعني يهواه الذين يقفون وراء يعني الإسراع بالتشكيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة دون إدخال العراق إلى نفق أظلمة، دون إدخال العراق إلى الفراغ الدستوري. الكل يعلم أنه هناك يعني تحالف ثلاثي، هذا التحالف أعتقد أنه كثير من المستقلين أيضا يعني تم جلبهم أو استقطابهم إلى هذا التحالف، وهذا التحالف هو تحالف قوي. سيقرر هذا التحالف على مصير منصب رئاسة الجمهورية، وأعتقد أنه ربما سيكون محسوم للديمقراطي الكردستاني ولمرشحه السيد ريبر أحمد. هسه هاي معلومة قيمة تتحدث حضرتك عن انضمام مستقلين إلى التحالف الثلاثي، يا ريت لو توضح لنا أكثر، تفصل لنا أكثر فيما يخص هذا الموضوع. يعني سيد العزيز تعرف أنه المناورات السياسية لا تزال جارية، الكل يسعى إلى استقطاب أو جلب الآخرين خارج الأقطاب. من حق التحالف الثلاثي أيضا أن يكون لديه يعني مجموعة أكبر من ما متواجد الآن داخل هذا القطب، والكثير من المستقلين أبدوا رأيهم في الانضمام إلى هذا التحالف. أكيد ستكون هناك اتفاقيات فيما بعد بين التحالف الثلاثي وهذه الشخصيات التي ستنضم إلى التحالف. تقريبا ايش قد راح يوصل العدد سيد ريبوار؟ يعني العدد الذي الكل يعلم انه عدد الحالي للتحالف الثلاثي يوصل الى 108، لكن بعد انضمام مجموعه من المستقلين اكيد سيوصل العدد الى 220 او عدد من يعني قريب من هذا العدد الذي ذكرته. ما تعتقد بانه صعب جدا يوصل ل 220 في ظل غياب الاتحاد الوطني والاطار التنسيقي؟ بالتالي الاتحاد وحتى الاطار التنسيقي ذاهبون الى مع مستقلين ذاهبون الى تشكيل تحالف جديد ما يعرف بالثبات الوطني. هذا التحالف لم يشكل بعد ولم سيعلن عنه قريبا سيد ريبوار، ولم يعلن عن ملامحه. طبعا الاتحاد الوطني الكردستاني ايضا من جانب يسعى الى يعني التوسع بما موجود في داخل الاطار التنسيقي حتى يتمكن ب يعني ب
بفوز من قبل مرشحي وهو برهم صالح، لكن الأمر يبدو أنه يذهب لصالح التحالف الثلاثي. وجلسة يوم غد هي بداية لفوز إن شاء الله السيد ريبر أحمد كي يتبوأ هذا المنصب، لأنه الكل يعلم هذا المنصب إذا يعني تم الحديث عنه وفقا للاستحقاقات الانتخابية من حق الديمقراطي الكردستاني أن يحصل على هذا المنصب. كما كان يعني حتى في 2018 الديمقراطي الكردستاني فاز بأغلبية المقاعد التي خصصت للمحافظات في أقليم كردستان، يعني من بين الأحزاب الكردية التي شاركت في انتخابات مجلس النواب العراق العام 2018. لكن يبدو أنه المرشح الاتحاد الوطني الكردستاني السيد برهم صالح يعني رشحته الأحزاب الشيعية وإيران، وكان هذا ربما يعني كان نوع من المؤامرة يعني قامت بها بعض الأحزاب الشيعية. رشحته الأحزاب الكردية ومن تحديدا سيد ريبوار؟ لا، السيد برهم صالح آنذاك لم يرشحه الأحزاب الكردية، بل كان هو يعني كان المرشح الوحيد للاتحاد الوطني الكردستاني، لم يكن مرشح الأحزاب الكردية. المعروف أنه يعني منصب رئيس الجمهورية من هو استحقاق كردي وليس استحقاق اتحاد وطن الكردستاني، ولذلك كان من المفترض أن يؤخذ رأي بقية الأحزاب الكردية على المرشحين وخاصة الديمقراطي الكردستاني. لكن الاتحاد الوطن الكردستاني آنذاك كان مصر على أن يذهب بمرشحي وأن يدخله في عملية الترشيح والمنافسة مع المرشح. طيب إذا كان الدكتور برهم صالح رشحته أحزاب شيعية ورشحته إيران، من الذي رشح السيد ريبر أحمد؟ العفو، ممكن تعيد سؤالك؟ إذا كان الدكتور برهم صالح رشحته أحزاب شيعية ورشحته إيران مثل ما حضرتك ذكرت، من الذي رشح الدكتور أو السيد ريبر أحمد؟ أولاً السيد ريبر أحمد هو مرشح للديمقراطي الكردستاني، وبالتالي هو مرشح للتحالف الثلاثي، التيار الصدري والأحزاب السنية يدعمون ريبر أحمد، ويعتبر ريبر أحمد مرشح للتحالف الثلاثي وليس مرشحاً فقط للديمقراطي الكردستاني، وبالتالي هذا واضح أنه هناك دعم سياسي كبير لهذا المرشح. الديمقراطي الكردستاني في بداية الأمر كان يريد أن يتفق مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتحديد شخصية أو لترشيح شخصية تكون بالتوافق فيما بينهما، أو يكون هناك شبه إجماع من بين الأحزاب الكردية على هذه الشخصية. لكن للأسف الاتحاد الوطني الكردستاني كثير من أسباب أصر على أنه أن يبقى برهم صالح في منصبه. طيب. وكان الاتحاد الوطني الكردستاني كان يخشى أنه برهم صالح من جديد أن يعلن عن يعني خروجه عن الاتحاد الوطني الكردستاني وأن يشكل حزب كما أسس حزب في 2018 قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، ولكن الاتحاد الوطني الكردستاني قدم له يعني هذه الفرصة أو فرصة التبوء بمنصب رئيس الجمهورية، واستطاع أن يعني استرجاعه إلى داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. طيب هذا ما يخشى الاتحاد الوطني الكردستاني. أي. لكن أعتقد أنه حظوظ برهم صالح وخاصة بعد يعني بعد قيام بتصدير أمر أو مرسوم تصدير مرسوم ويعني خلي عن يعني أطلق سراح تاجر كبير للمخدرات، أعتقد أنه يعني حظوظه يعني غير كبيرة، وبالتالي يعني أفسح المجال بشكل أكبر للمرشح التحالف الثلاثي السيد ريبر أحمد، بالإضافة إلى قرار المحكمة الاتحادية أيضا. نعم، أشكرك جزيل الشكر مسؤول العلاقات الخارجية في برلمان إقليم كردستان السيد ريبوار بابكي.